وإنكم من بين القليل من الشعوب والأمم التي تحتفل بهذه المناسبة دون أن تعاني من ذكرى أي يوم من أيام جيشها يرتبط بحالة هزيمة أو بموقف ضعيف يجعلكم تقولون ليته لم يكن. ليستكمل عيد الجيش معانيه فيكون ماضيه وحاضره غرة بيضاء غير مدنسة. نعم أيها الإخوة، إن تاريخ جيشكم ناصع البياض، وليس هنالك من موقف سلبي يسجل عليه، وفي ذلك مفخرة استثنائية لا يساورنا الظن في أن الكثير من الأمم والشعوب كان الجيش في ظلها مستهدفا لتجعله بالتركيب والروح والعقل متجانسا مع مواطن الزلل والفساد ليكون أداة طيعة في خدمة أغراضها الدنيا التي هي بالضد من أهداف الشعب وتطلعاته ومن روح الأمة وآمالها. وعبثا حاولوا فقد بقي تركيب الجيش وروحه وعقله وسلوكه معبرا عن روح الشعب وبعيدا عن الأمراض التي كان المستعمرون وأذنابهم. لقد استطاعت العهود المندثرة أن تصيب بالمرض الاجتماعي مواطنين كانوا يعملون في أجهزة الاقتصاد والإعلام والإدارة والشرطة والأمن وعلى نطاق واسع. ولذلك وقد مضى زمن ليس بالقصير في العمل على تطهير تلك الأجهزة وإشاعة القيم التربوية ومحاربة الانحرافات في داخلها كي تحظى بشرف الانتماء إلى الثورة. ولقد قام جيشنا بدوره المشرف في كل الثورات الوطنية وكان دوره متميزا في التضحية والشهامة، ولم تسرق كواحد من أعضاء حلف استعماري استعمار بحلف المعاهدة المركزية. وهكذا هي الجيش العراقي يعيش في ضمير الشعب وبقي الشعب يعيش في ضميره، لأن كل منهما حالة واحدة لتعطي المنطقة وتهديد حريتها وسيادتها وثرواتها، وتاريخ واحد وآمال واحدة ومصير واحد. لقد سعت الإمبريالية الأمريكية إلى السيطرة على المنطقة منذ عدة سنوات، وكانت تخطط لأن تجعل من اتفاقيات كامب ديفيد وسياسة النظام المصري الاستسلامية أمر على